السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة يا شباب؟ هنلعب روبلوكس ما بالسباحة. يلا يا شباب نبدأ ونخش نلبس المايو. ايوه كده المايو الطولي ده. نحط بقى شعر جديد كده. لا الشعر ده كده يا معلم. ونلبس الشعر ده ونلبس النضارة دي. طبعا يا شباب مع يحيى الجيمر بس بيتفرج عليا بس. صح يا يحيى؟ صح. يلا يا شباب يا بنات يا شباب يا بنات يا شباب يا بنات. طب يا يلا يا شباب نروح طبعا يا شباب هننط النطة الأسطورية. بوم. ورجعنا بعد ما وصلنا للمرجحة. طبعا البسين اتغير خالص. هتشوفوا البسين اتغير ولا لا. انتوا بتقولوا ان البسين عادي اهو. هتشوفوا البسين اتغير ولا لا. صح يا يحيى مش البسين اتغير؟ صح. يحيى عارف كل المعلومات. يعني يا شباب هنطلع هنا بسرعة عشان نجرب الزحليقة اللي يحيى بيقول فيها ان البسين فاضي. انا مش متأكد من ان البسين فاضي. هنشوف الزحليقة اللي بنتزحلقها كل مرة وبعدين هنشوف يحيى بيقول البسين فاضي ده. ابدأ. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده الزحليقه دي؟ يا نهار اسود. دي انت كنت بتجربها. يا نهار ابيض. دي انت كنت بتجربها. وقعت. يلا يا شباب هنطلع فوق. ايه ده يحيى؟ هطلع واخش تاني. يلا يا شباب هطلع واخش تاني. طبعا يا شباب رجعنا بعد ما قلعت بقى واللعبه هنجت الزهق. الله يلا لما تطلع تاني. ماشي جاي اصلا. جاي. طلعها. رايح. الزحليقة الخضراء الجامدة دي. طب لا والنبي اطلعي. طب ايه ده بس جربها. انا معرفش ليه شباب صوتي بيتغير كده. انت معاك 10 بس. فين الزحليقة الخضراء بقى الجامدة الفتاكة؟ كانت بترمي على البسين جامد. يبقى هي في الدور التاني لأنه مش شايف اللي هي اللي في الزحليقة الزرقاء دي بس بترمي على البسين. زحليقة زرقاء فتاكة بترمي على البسين يا معلم. تطير عليها انا بقى. الزحليقة الخضراء يا الزرقاء الطويلة. فين السلم؟ فين السلم؟ السلم كده رايح فين؟ أنا رايح فين؟ جيب أنا رايح. ثانية. لا مينفعش أنا خلصت. لا والله يا شباب نركب دي 3-2-1. لا عوامة. عوامات 3. بالراحة.
واحد اثنين تعال نط معايا. الله يخرب بيتك الواد مش لحقني. يما يا لهوي يما بالراحه بالراحه والنبي. كنا مش شايف يا نهار ابيض. هترمي 3 2 1 بوم. ايه ده؟ جاي لك جاي. بس اعرف فين المكان بتاع طلوع الزحليه الخضراء. هي فين الزحليه الخضراء؟ طلوع الزحليه الخضراء بقى. الزحليه الخضراء فين؟ يبقى انا نط بقى. الزحليه الخضراء فين؟ شوف بامن وين سنجر رندلين باف. ايه ده؟ الحمد لله. احط عوامه احط عوامه. ارجع لورا. عوامة يا عوامة يا عوامة عوامة يا عوامة يا عوامة يا عوامة يا عوامة. عادي من هنا كمان. عادي من هنا خلاص. اي فش والله يا شباب. نجمع زحلية وخطرة. يا حمار. طيب يلا شباب ثانية ونرجع هنخش جراني. طبعا يا شباب هنخش اللعبة جراني جوين جيم. المفروض ان يحيى يخش معي بس ما اعرفش هو هيخش اصلا. احنا قناتنا سيطرة مليونير مليونير. انتوا كل ده لسه ما فتحتوش؟ ده انا هلعيب 3 ثواني. المفروض ان يحيى هينزل. الو الو يا يحيى. الو هتنزل هتنزل يلا جراني ولا ايه؟ انت نزلت ولا بابا بتهنج فيا؟ بتهنج. طب ايه ده خليك واقف. اتريتك اتريتك جايين جايين كده كده. انت المفروض بتراقب اللعبة. ده انا المفروض ان ده انا المفروض. دي موزة دي عاملة زي الموزة. جراني موزة. اخذها من هنا وافتح لها الباب ده. اصل مني عمك معنا في جمالك زبت حالك. الفرح منور عليكو. دي بقى عندها حاجة زي الشيطان. بص قرت كده قرنين زي الشيطان. انا بابا بتغابة احضروني رمي لما دوست. ايه ده يا حمي بقى؟ اصنوني بأدائي ليل صح كده حموش حميتوش لما دوست. انا مش بقى اصلا ايه انت ناسح جابتني ازاي هرايق. شوف مني جيم 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 هاوس. اخيرا فتحت عينك. يلا يا شباب يحيى اهو جنبي. يا شباب يحيى اهو. مين هيبقى جراني؟ مين هيبقى جراني؟ انا جراني. تعالوا لي. لو انت ما شفتش مش هقدر. انا جراني دي انتوا ليلتكوا سودا. لو انت شفت هقتلك. هتشوف ولا ايه؟ بص امك معانا في جمالك ربطحين الفراح من الغيب. شفتهم بس انا لسه مشفتش. يلا بابا بتغار يهدرونا جنب ضمي سنتين عبت مشاكل. تغالة شهاد يدرس انا مش بعض مش بضمة عزوري بألاء جمال الله. خد يا بنت اللي لابسة هدوم نوم انت بنتها. انا مش لاقي الصراحة مش لاقي الصراحة. روح ما هي بالأفعال
الحمد لله افتكرت نفسي بس الصراحة راحة وما هي بالإفعال يا يحيى يا يحيى هتلاقيني قاعد بص عنك أنا بابا أنا بتغاب أنا احذروني ثانية واحدة يا شباب وانا رجعنا تاني يا شباب معرف بس واحد فيكم فيه مش هسيب بصوا شباب ما دم بشوف هذا بمشي الخلاص في متعرفين بس روبلوكس دي جربتها كده مرة وفتحت معاه وما كانش بيشوف كأنه عمى بس في اللعبة مش بيشوف طب انا نفسي اعرف انا قتلت واحدة الباقيين فين ايوه الباقيين طب الباقيين فكرة هون يا جماعة هو كده ايوه الله مش تقولوا يا جماعة مش تقولوا مش تقولوا انكم يا رب يا ولادي خد يا بنت خد يا بنت انا شايفه فعلا يلا يا شباب انت مش تكسبوني طب اهو بسرعه 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 اجري عليها اجري عليها اجري عليها سيبها تجري تهرب يا بنت مجنون يشرب احلى الغنم قلبي تبحر اعرف بس اخوك فين وانا مش هسيبه هو فين الواد ده الصغير اهو لقيته في وشي يا رب الواد ده انا مش لاقيك في البيت اصلا انت مش في البيت انت مش في البيت يلا انت ضد الموت صح ممكن نفسك فكر بالبحر كلب البحر كلب البحر البحر بحر لو اعرف بس امسك الشوت جان واديك شوطه في دماغك مش عارف اقول لك ليه انا عارف ان انت هتعمل في مقلب وتروح من الناحيه الثانيه بس هو مجاش لا مجاش فلت من بعد ما كنت شايفه خلاص هموته ما بقاش خدني والناس بتكتر بتكتر حد دخل في دراعي طب فين التراب ده استرجع كده كنت حاطط التراب هنا انت ايه هجيبك هجيبك لا ده انا هجيبك لا انا عصاين اوي انا مش عارف العظمة عايزة مني ايه عظيم انا لازم اهرب لو حد شافني ههرب عارف ليه عشان طلع الشوتجن حد دخل في التراب تراب يبقى انا عرفت هو في هو كده وانا مش لاحق اضرب مين ولا مين الله طب انا اروح فين ولا اجي منين ايه ده يا عم انا مش لاقي اي حد
ودي حفيدتي، حفيدتي الجميلة. اهو اتحني ضربني يا كلب البحر. طبعا يا شباب ثانية وهنروح لجراني سري الأصلية. طبعا يا شباب رجعنا بعد ما دخلنا جراني سري. بس مفيش غير سلندرين، ممكن يكون في سلندرين أو القص. ده أنا عيل صغير رايح دخلت قص فيها إيه؟ ليه تموتوني يعني؟ باب مفتوح كامل مني أي حاجة. وأنت كريم فين؟ لا دي الأصلية أنا اللي عايز.